للحديث عن الحريق الذي اندلع في مستشفى ابن الخطيب في بغداد وتداعياته في ظل الحصيلة المرتفعة من الضحايا، معنا من عمان الدكتور أيمن العاني، مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، ومن إسطنبول الدكتور جاسم الشمري، الكاتب والباحث السياسي. أبدأ معك دكتور أيمن. في بيان الهيئة حملتم كل قوى العملية السياسية المسؤولية عن فاجعة مستشفى ابن الخطيب. إذا كانت الحكومة وهي الجهة التنفيذية تتحمل المسؤولية، بقية الأحزاب لماذا تتحمل المسؤولية أيضا؟ تحية لك أخي وللضيف الكريم والمشاهدين جميعا. أهلا بك. بداية حقيقة نعزي ضحايا الفاجعة، هذه الفاجعة، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين والمرضى. حقيقة هذا الأمر أخي الكريم، الحكومة هي نتاج الأحزاب ونتاج المحاصصة التي جاءت بهذه الأحزاب الفاشلة والفاسدة إلى السلطة منذ 2003 وحتى اليوم. نعم. فالأمر متكافل ومتضامن بين الأحزاب المتنفذة في السلطة وبين الحكومة التي هي تابعة لهذه الأحزاب بشكل أو بآخر، وبشكل مباشر هنا بالنسبة للقطاع الصحي حقيقة يتحمل هذا الأمر بشكل أساس، هم أتباع التيار الصدري، وبالنتيجة لدينا يعني حقيقة مجموعة من اللصوص والفاسدين والفشلة وسوء الإدارة هي التي جاءت بهذه النتائج الكارثية. نعم. على الشعب العراقي. نعم. أتحول بسؤالي الآن إلى الدكتور جاسم الشمري، الكاتب والباحث السياسي، وهو ضيفي من إسطنبول. دكتور جاسم، هناك مسارعة من كل شركاء العملية السياسية لتحميل الفساد المسؤولية عن مجزرة ابن الخطيب وهذا الوضع المتردي في العراق. من هذه المواقف، هل يكون شركاء العملية السياسية قد برأوا ساحتهم وحازوا على صك الغفران مثلا؟ نعم، شكرا لكم، تحية لك ولمتابعيكم وللأخ أيمن. أهلا بك. الكارثة التي وقعت اليوم في الأمس في مستشفى ابن الخطيب أعتقد أنها تمثل عراق مصغر منذ عام 2003 وحتى اليوم. نعم. ما جرى حقيقة شيء مؤلم، شيء مخجل، تتحمل الحكومة بشكل كبير مسؤولية القانونية والأخلاقية عما جرى. نعم. باعتبار أنه وزارة الصحة هي جزء من مجلس الوزراء، وبالتالي المسؤول الأكبر هو رئيس الحكومة، وعليه كان يفترض تأمين على الأقل أجهزة يعني استشعار للحرائق، وهي موجودة في كافة منازل المسؤولين. أصغر مسؤول في الدولة العراقية لديه جهاز استشعار حرائق، بينما مستشفى ونحن نتحدث عن مرضى عاجزين في ردهة إنعاش، ولا يوجد في هذه الردهة جهاز لإنذار حول الحرائق. وعليه، أين دور الدفاع المدني؟ أين نعم. دور الصيانة؟ أين دور المجلس يعني الشعبي؟ أين، أنا أتحدث هنا عن مجلس النواب. نعم. نعم. وعليه يفترض أن تكون هنالك حقيقة هزة ضمير لكل مشارك في هذه الكارثة. هنالك مسؤولية حكومية، مسؤولية برلمانية. نعم. حتى ربما مع الأسف يمكن أن نقول مسؤولية شعبية، ذلك لأن الصمت عن هذه الكوارث شيء يقود إلى كوارث أخرى، وبالتالي يفترض الدعوة وتشجيع الدعوة الموجودة الآن. نعم. في بعض مناطق بغداد والداعية إلى أصحاب الحكومة، يفترض أن تكون هذه الدعوة مدعومة شعبيا من أجل إنقاذ العراق والوصول إلى دكتور مرحلة جاسم. بناء الدولة. سأعود إليك ريثما أنتقل بالسؤال الآن إلى دكتور أيمن مجددا. جاء في البيان الخاص بكم أنتم في هيئة علماء المسلمين أن الحكومات في حالة تغاضي واضح عن الفساد في وزارة الصحة التي يسيطر عليها أتباع مقتدى الصدر، هل القضية تتعلق بتغاض متعمد أم هو سوء للإدارة وعدم وجود اختصاصيين من ذوي الكفاءة لإدارة الصحة؟
أخي الكريم، الأمر يشتمل على جميع هذه النقاط التي ذكرت. نعم. لكن بالبداية هو الأمر متعلق بال يعني سوء الإدارة المتعمد حقيقة، لأنه تأتي بالشخص غير المناسب في المكان في تسلمه المسؤولية. نعم. ماذا تنتظر من هذا الشخص غير سوء الإدارة والفشل و الانحدار حقيقة بالوضع بوضع ولا سيما القطاع الصحي، وهو قطاع يفترض يعني في الدول التي تحترم نفسها اليوم يفترض أن يتصدر هذا القطاع أولويات الحكومات القائمة، لكن مع الأسف الشديد في العراق الأمر منعكس، لا يوجد هناك من يتحمل المسؤولية حقيقة، لا يوجد يعني لا يوجد لدينا أكفاء مؤهلون في الإدارة، لأنه الوضع كله العام لا يوجد مكان لغير الفاسدين في العراق ما نعم. بعد 2003، والتعويل حقيقة على النظام القائم، نظام المحاصصة والحكومات الناتجة عنه، ويعني هذا أمر حقيقة يعني في حلقة مفرغة، لأنه سيدور الأمر وينتهي كما انتهت فواجع كثيرة حلت بالشعب العراقي المقهور في ظل حكومات لا تكترث بحياة المواطنين وليس لديها أي أولوية بالنسبة للصحة للخدمات الصحية، وإلا هذه جائحة كورونا، وإن ترى في موازنة 2021 حصة وزارة الصحة حصة يعني متواضعة لم تكن قليلة جدا، ولكل شخص أن يتصور ما هي الأولوية التي أعطتها حكومات أو الحكومة الحالية التي قد يظن بعض الواهمين أنها يعني ممكن أن تغير الأحوال أو ممكن أن نعم. تنتج أمرا مختلفا، لكن هذا هو يعكس هذه طبيعة تعامل الحكومات مع القطاعات الحيوية المهمة التي تمس حياة المواطن. لكن مثل ما تفضل الدكتور جاسم، لو كان الأمر متعلق بحياة المسؤولين والمشاركين الموالين لحكومات الاحتلال المتعاقبة، ترى الجانب الخدمي هنا يخصص له مليارات الدولارات سنويا لتنظيف الرئاسات وتنظيف الأمور الخدمية التي متعلقة بالأحزاب المتنفذة، لكن فيما يتعلق بالمواطن وحياة المواطن ومصير هذا المواطن حقيقة هذا لا يعني ليس أولوية حقيقة لدى حكومات الاحتلال المتعاقبة وهذه الحكومة الثامنة ضمن الحكومات التي تحكمت بالعراق وهدرت حقيقة الأموال الكبيرة والأرقام الكارثية التي صرفت خلال السنوات الماضية، لكن هذا النتاج هو المحصلة، ليس لدينا بل حكومة دولة، لدينا حكومة ما تشكلها ميليشيات وعصابات وسرقة وسراع. سأعود إليك دكتور أيمن ريثما، أنتقل بسؤال إلى دكتور جاسم. دكتور جاسم، يعني ما الذي يجبر رئيس الحكومة، ما الذي يجبره على إجراء فتح تحقيق والذي أصبح موضع تندر وتهكم وسخرية في الشارع العراقي؟ يعني هو لا يملك إلا أن يذهب إلى هذا الخيار، يعني ما الذي يمكن أن يفعله رئيس الحكومة؟ يعني نحن نتحدث عن وزارات تتحكم بها الكتل الكبيرة، ومعلوم أن رئيس الحكومة لا يملك كتلة سياسية وبرلمانية وحتى قوة مسلحة في الشارع العراقي، وعليه أنا أتصور أن رئيس الحكومة هو الأضعف في ضمن دائرة المشهد السياسي العراقي، على الرغم من أن الدستور الذي كتب بعد عام 2003 يعطيه صلاحيات كبيرة، لكنه مكبل عبر القوى المالكة للقوة البرلمانية والقوة المسلحة. نعم. وعليه لا أتصور أن الرجل يملك غير هذا الخيار، هو ذهب إلى خيار
التحقيق لأنه الخيار القانوني، وعليه ربما الخيار الذي يحاول عبره تهدئة الشارع العراقي. تعلم أنه لأول مرة ربما يتم إقالة وزير بعد مثل هذه الكارثة، وهذه نقطة يعني ربما لم تكن في المشهد العراقي قبل هذه المرحلة، وذلك نتيجة الضغط الشعبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. هذا أولا. ثانيا، حينما نجد أن الحكومة، وهذا شيء يعني ضروري أن يذكر، تعوض أهالي الشهداء ب10 ملايين دينار عراقي، ما يقارب 7500 دولار. نجد، وطبعا هذه الحادثة في كل الأحوال هي تسمى قتل غير عمد في القانون، لأننا لا نتحدث عن قتل عمد مباشر عبر فعل، وإنما هو عبر حادث وبالنتيجة يعتبر قتل غير عمد أو من الدرجة الثانية كما تسميه بعض القوانين غير العراقي. وبالتالي حينما نجد أن الدولة الأمريكية مثلا تعوض جورج فلويد الذي قتل أيضا بطريقة غير مباشرة ومن الدرجة الثانية، عوضته ب27 مليون دولار، عوضت عائلة فلويد ب27 مليون دولار، بينما المواطن العراقي يعوض ب7500 دولار فقط. لاحظ معي قيمة المواطن العراقي لدى الدولة. نحن نتحدث عن دولة غنية يمكنها أن تعوض بالملايين المواطنين الذين فقدوا في هذا الحادث، لكن الأمر المخجل أن الدولة تنظر للمواطن على أنه ليس ذو قيمة، وهذا الأمر حقيقة يؤكد أن الطبقة الحاكمة في العراق في الغالب ترى أن الشعب العراقي موافق على سياساتها، سواء كانت سيئة أو خربة أو حتى ربما بين هلالين جيدة. ابقى معي دكتور. أنا أعتقد أن القضية بحاجة إلى وعي شعبي من أجل الوصول إلى التغيير المرتقب في العراق. سأعود إليك دكتور جاسم. إليك من جديد دكتور أيمن، يعني هل يعول على لجنة التحقيق التي أعلن الكاظمي عن تشكيلها؟ هل يمكن أن تسفر هذه اللجنة عن شيء ملموس قد يتحقق على الأرض؟ هل هذا وارد؟ أخي الكريم، لجان التحقيق التي تشكلت بالسابق، يعني ماذا كانت النتائج التي أتت بها، وما تطبيق هذه النتائج؟ يعني حتى تطبيق ما خرجت به بعض اللجان التي يعني جميعها تجامل وتتحدث على استحياء، وطبعا هي مشكلة من قبل نفس الأطراف التي تشكلت منها الحكومات، لكن بالنتيجة ليس والواقع يعضد ما أقول، لأنه لا يوجد يعني من أمن العقوبة سائل الأدب، وهنا هناك يعني سوء إدارة متعمد، لأنه الأمر الإفلات من العقاب هذا ممنهج في العراق. لا يوجد أي شخص ارتكب جرما وهو موال للحكومات المتعاقبة، لا يوجد أي شخص تقدم إلى القضاء أو يعني تحت المساءلة فضلا عن العقاب. فهنا هذا هو الناتج، عدم اكتراث بحياة المواطنين، عدم الجدية وعدم حسن النوايا. حقيقة لدينا مشكلة كبيرة في العراق، حكومات الاحتلال المتعاقبة ليست لا تحمل النوايا الحسنة في التعامل مع القضايا التي تخص الشعب العراقي، ولا سيما قطاع كبير من الفئة المجتمعية الضعيفة، وهم المرضى أو حتى المعتقلون أو النازحون. هذه كلها ملفات حقيقة نستعرضها، نستعرض طبيعة تعامل حكومات الاحتلال المتعاقبة معها. لكن هو يعني بالنتيجة لدينا حكومات تريد أن تنفذ أجندات خارجية هي ليست آبها لما يحصل في العراق أو ما يتعرض له الشعب العراقي. تهدمت مدن كبيرة
لدينا محافظات منكوبة، لدينا ملايين النازحين، لدينا عشرات الآلاف من المعتقلين الأبرياء، لدينا كثير من الملفات الحقيقة المثقلة بتفاصيل كثيرة. لكن ماذا هو الدور الحكومي فيها؟ الدور الحكومي فيها هو التسويغ والتبرير للمرتكبين وحمايتهم. ابقى معي ريثما، أعود إليك بسؤال قد يكون الأخير، ولكن قبل ذلك توجه بالسؤال مجددا إلى دكتور جاسم. دكتور جاسم، يعني مع استمرار الفساد وسوء الإدارة والفوضى الشاملة في عموم العراق، هل تتوقع مثلا وقوع المزيد من هذه الكوارث والمجازر البشرية، لا سيما وأن الإهمال الحكومي لا يزال متواصلا كما يرى كثير من المواطنين؟ طبعا يعني يجب أن نتحدث عن قضية مهمة، أنه المواطن له دور فيما يجب، بغض النظر عن إدارة سيئة، حكومة بحاجة إلى إنعاش، الفساد المالي والإداري. أنا يعني ينبغي أن نركز على الموظف، على عموم الموظفين العراقيين. نعم. يفترض أن يكون هنالك وعي من قبل أطباء، من قبل مهندسي الصيانة، من قبل غيرهم، حتى من قبل المرافقين للمرضى. يفترض الانتباه إلى أن يعني قناني الأكسجين هي قنابل موقوتة يمكن أن تنفجر في أي خلل أو عدم حسن استخدام معها، وبالتالي يفترض أن تكون هنالك حملة توعية أن توزع على المرافقين على الأقل منشور بسيط عبر ورقة بسيطة حينما يدخل إلى المستشفى، يتم من خلاله بيان شروط السلامة والأمان. لكن دكتور جاسم، يعني يتساءل المواطنون، أليست هذه مهمة الطواقم الفنية تابعة للوزارة، وزارة الصحة والحكومة أيضا؟ تمام، هذا مهمة الطواقم، لا خلاف على ذلك. لكن حينما يعبث مواطن ما، يعني وهنالك حديث عن أن أحد المواطنين استخدم يعني الهيتر الكهربائي في هذا الحادث، وهذا لم يؤكد حتى الآن، لكن نحن نأخذ بالفرضيات، وعليه يفترض أخذ الحيطة والحذر عند استخدام هذا الأمر. على أي حال لضيق الوقت، أرجو أن أكمل فكرتي. هذا الكلام لا يعني رفع المسؤولية عن الحكومة، وإنما هو من باب الدعوة للتثقيف العام لدى الشعب العراقي. وصلت الفكرة. سأعود إليك بسؤال أخير، ثم أعود إلى الدكتور أيمن العاني بسؤال هو الأخير أيضا. دكتور أيمن، قلتم إن العراق لا يزال يسير نحو قعر الهاوية في ظل العملية السياسية المشوهة، لماذا يستمر برأيك الدعم الأممي لهذه العملية السياسية في ظل هكذا مآسي لا تزال تقع؟ عفوا، السؤال مرة ثانية أقول، إنكم في بيانكم الخاص بهيئة علماء المسلمين قلتم إن العراق لا يزال يسير نحو الهاوية، السؤال هنا لماذا يتواصل الدعم الأممي للعملية السياسية وبالتالي حدوث المزيد من الكوارث؟ أخي الكريم، هنا نعود إلى موضوع التوازن القوى الدولية والجهة المعتدية حقيقة في القضية العراقية هي أمريكا، يعني الباقي واضح. تعامل الأمم المتحدة، الأمم المتحدة هي تمثل أيضا مجموعة من حكومات الدول التي ترتبط بشكل أو بآخر بالمصالح أو بالخوف أو بالنفوذ الأمريكي الذي حقيقة مستطير في العالم في ظل هذه الفوضى القائمة في العالم، في أرجاء العالم. فهنا الأمم المتحدة هي تمثل رأي هذه الحكومات، والحكومات يعني بشكل قسري أو بشكل لأجل مصالحها أو لأجل أمور أخرى هي تتعامل مع حكومات الاحتلال، بل وتتعاون معها في كثير من الملفات، فهذا هو الناتج. لكن هنا أعرج على حقيقة مسألة، يعني قضية أنه الله يرضى عليك. نعم إن شاء الله.
يعني المواطن العراقي أنهك منذ 2003 وحتى اليوم في الفقر والجهل وغياب الخدمات الأساسية وغياب الخدمات الصحية. هل ننتظر من هذا المواطن أن يكون يعني بمستوى لأنه أثقلت كاهل المواطنين كثير من الأمور ولا سيما الأمور الاقتصادية ومشاكل السكن ومشاكل العشوائيات؟ يعني هنا الحقيقة هذا كله يعود إلى سياسة ممنهجة في التخريب، سياسة ممنهجة في التجهيل، سياسة ممنهجة في يعني إضاعة ثروات العراق وتبديدها ورهنها لمصالح دول خارجية ولا سيما أمريكا وإيران. نعم. الدكتور أيمن العاني، مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، كنت معنا عبر سكايب من عمان، شكرا جزيلا لك. وبدوري أتوجه إليك بالسؤال وبعجالة دكتور جاسم، إلى أين يمضي العراق وسط التظاهرات التي عادت للمشهد اليوم؟ هل يتوقع أن تحقق تغييرا ما وسط كل هذه الانتكاسات السياسية؟ بعجالة لو تكرم، تفضل. نعم، أنا آمل أن تكون هنالك مظاهرات يعني تدعو إلى تغيير الواقع العراقي، وليس من أجل تغيير هذا المحافظ أو ذاك. هنالك اليوم مع الأسف صراع بين بعض الكتل السياسية في بعض المحافظات، وهذا الأمر لا يمكن أن يغير عموم الحالة السلبية في العراق. نحن بحاجة إلى تغيير كامل في العراق، وليس إلى تغيير هذا المحافظ أو ذاك. وعليه أعتقد أننا يجب أن نعمل على تطوير الوعي الشعبي من أجل الوصول إلى مرحلة التغيير الكامل في العراق. الكاتب والباحث السياسي دكتور جاسم الشمري، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.